شتان بين الأمس واليوم مشاهد تضج حياة وحبا لكرة القدم وسط صخب الجماهير. اليوم أضحت مشاهد مألوفة لا يسمع فيها إلا أصوات هدير الدبابات والقصف وجنود الاحتلال وصرخات الأطفال والأمهات. إنه ملعب اليرموك أكبر ملاعب القطاع، حولته آلة الحرب إلى ملجأ لعشرات الآلاف من النازحين. أنت شايف سايبين بيوتنا، وبيوتنا كلها انقصفت وكلها زي ما تقول انحرقت، واللي حوالينا نفس الكلام، وشايف وسايبينها ونسحين مع الغسيل هذاك. ملعب لفظت الكرة شباكه وحولتها إلى خيام، وأقصت ساحاته المعشبة اللاعبين لتصبح الملاذ الأخير للنازحين. مدرجاته لم تعد تتسع للمشجعين بل لأسر تحصنت بها هربا من آلة العدو الغاشمة. ملعب تحولت قصصه من بطولات كروية إلى روايات معاناة النازحين ومأساة المفقودين. ما في مكان آمن، الأمان عند الله، يعني الحمد لله. وين ما نروح وين ما نيجي، القصف، الخبط، الاجتياحات، الخوف، حتى مش كمان في صغارنا، الخوف صار فينا. وضع صعب، الوضع صعب كثير وسيء. خيام للنازحين احتمت بمدارج اللاعبين، وحولت الأمهات مقاعده إلى غرف للمبيت. فهذه أم بشار تحاول نفض الغبار عن طفلها وهو يرتجف من الجوع والماء البارد. ملعب اليرموك اسم غني عن التعريف، اقترن بأهم الأحداث الرياضية في فلسطين، كان يتسع لعشرة آلاف متفرج، اليوم أصبح ملجأ لنحو 70 عائلة فرت من حي الشجاعية بعد فقدانها الأمل في إيجاد مكان آخر للعيش. من أول الحرب نزحنا كذا مكان، في المدارس وفي المستشفيات، وكل مكان نقعد فيه بنقصف، بخشوا اليهود عليه. وآخر مكان اللي هو الأسبوع اللي فات اللي هو حي الشجاعية، الشعف، صحينا من النوم لقينا الدبابات على الباب، ما خدناش معانا ولا فرشة ولا مخدة ولا لبس ولا أي إشي. أماكن آمنة قل وجودها في كامل القطاع، إذ أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر غيابها بعد أوامر الإخلاء المتكررة من حين إلى آخر في عدة مناطق. بيان اللجنة يقول لا مكان آمن في غزة، فأينما يفر الناس يصلون منهكين مصابين بالندوب والصدمات النفسية، ويواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية.